سلامات علي. 100 مره اقول لك ما تسيبنيش فلوس في الكانتين. يا اخويا كله من خيرك. انا مشغول عليكوا قوي. اطمن من جهتنا، احنا كويسين، مش ناقصنا اي حاجه. شعرك طويل قوي يا علي، ما صحش كده. يبقى وديه الحلاق يدرجه له. قطعتي له؟ ايه؟ طهرتيه؟ لا، انا قلبي مش بيطاوعني. اما تخرج بالسلامه تبقى تعمل اللي انت عايزه. انا اتعلمت الحب مني. عندي مشكله كبيره، وباباك هو الوحيد اللي يقدر يحلها. انا بنت مش هتبقى بنت الجناين اللي هتتجوز ابن الباشا وتعيش خدامه بيه. لا، الناس دي مش منتجه. طب يلا نطلع الاتيلين نجيب فلوس منهم وبعد كده نروح لعبوه. ماشي. ايه ده؟ هرس وتر. اجي يلا سعيد. يا ولاد الكلب. اسلام. بسرعه يلا. خليك هنا يا سعيد، هرسنا واجي بسرعه. الرقبه عرضها 850. انا رقبتش عرضها 850؟ يا نهار اسود، احنا في الصعقه يا العروسه. عارف يا سيدي ان احنا في الصعقه، عمال يعني في نادي التوفيقيه. انت مؤهلاتك ايه؟ ثانويه عامه من غير مجموع. ايه ده؟ انت جاي الفجر؟ الحمد لله على السلامه يا فندم. بقول لك ايه يا زكيه؟ انا الليله حيلي مهدود ولازم اصحى بدري. وهي وادي اللي هدت حيلك؟ شغل هناك بالنهار وهنا بالليل. بتحبيه مقلي ولا مشوي؟ ايه بتحبيه دي؟ ولما تتكلم معايا تقولي حضرتك، انت فاهم؟ ايه اللي فاكر؟ هي دي حاجة تتنسى يا فوفا. بس انا بقى كنت بغلبك وبخربشك. انت تعرفها ولا لا؟ لا اطلاق بسيط، نعرفك. اتقابلنا قبل كده. انا اطلاق. انت مش لسه كسر عليا بالعربية؟ انا اطلاق يا جماعة. جايز. ابقى سلمي على طنط رجاء. رجاء وتقولي ما تعرفهاش. على فكره هيتش، انا شكلي كده بقى وحش قوي. انت اطلاق. يا ايه ده؟ ساميه. حسن. حسن ابو علي. حسن. حسن يا ابو علي. حسن قطع. البنت مقطوعه في المدرسه. حسن سيد. الساعه 3 مقطوعه البنت. النهار اسود. شوفك بكره بعد صباح الخير يا بابا. يلا يا شاطر. ما تقوليش يا شاطر. يلا يا ماما. ما تقوليش يا ماما. يلا يا أمورة. ما تقوليش يا أمورة. انجر يا بنت. ايوه كده. مش تاخدي بالك من فستانك؟ اتفرجوا عليه العيال. ابراهيم محمد جابر، مهندس كهربائي. انت اسمك ايه بالانجليزي؟ حنان محمد عبد. اسبلها لك. عارفها. اتش اي ار حنان. ايه يا فاطين، احنا قاعدين في لجنه فيزياء يا اخي، بتخبي؟ احنا بنعبي بيانات. انا يا فندم عندي خطه ما تخرش الميه. تمام يا فندم، عبادنا عزابه بسيط. ان شاء الله ان شاء الله هكون عند زمن حصن حضرتك. هاي دخ طز حضرتك يا فاشل. ابوك قالك يا فاشل؟ يا ماما نظام حقيقي. قالت لي عادي. بسيوني بسيوني. حد عنده اعتراض على الاسم؟ هاي بيسو يا بسيوني. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ادي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال. فين المخدرات يا عظابط؟ فين المخدرات؟ احنا زي ما انت شايف اسرة مع بعض. ابو علي هربان من الشرطة. روح مفتاح يا حسن. فين الميزة؟ سلمى. محدش يقبض علينا. تجمعهم قصة حب وقصة هروب كبيرة. اسمك ايه؟ اخرس خالص. عشت الاسامي. كريم عبد العزيز. ماليش دعوه باي حركات كذره. منى زكي. ايه وقعكم حته مقطوعه؟ ابو علي. ترجعني يا حسن. دعوه الامهات، ربنا ينور لك طريقك، يجعل صباحك كنافه. الحاجات دي ياما. ادهم بقره اتمرمطت في صلمه على النسوان. ادهم باشا، انا عايز اشتغل الشغلانه اللي بيشتغلها سيد بالظبط. انت توصل محطه مصر. يعني عشان 5000 جنيه ارمي نفسي في مصيبه زي دي؟ حتى ولو كان ابوه ابن كلب. مساء الخير. ممكن تقولي لجوزك يسكت خالص؟ ما تستجريش تقولها يا عم. ليه؟ عشان بنتك متربية كويس؟ ما تلفيني طبق البامية اللي قدامك ده يا عم. انا عايز اسالك سؤال، مين في الناس المعفنة اللي قاعدة؟
يا ابني انت مستني ايه؟ الله العظيم اقول الحق. شغلتنا دي زي ما يكون فيها لعنه زي لعنه الفراعنه. واعمل ايه بالامان لو انت مش معايا؟ وانا لو كنت قطعت سلسال علي الوكيل النجس من على وش الدنيا ما كانش كل ده حصل. العقيد زكي الموجي هو اللي قتل ابوك. ما سلم رقبتك للي قتل ابوك الله يرحمه. اللي انا هعلمه له مفيش مدرسه ولا كليه بتعلمها. خيانه وحشه قوي يا عمر. الله يسهل لك الله يسهل لك. طب بلاش توديني يقول لي روح ازاي؟ بعد لو سمعت تستنى. الشغل انت راح تشتغل ده ايه؟ راح تحرر فلسطين؟ ايه لعنة؟ ايش؟ مش وقت ايش خالص؟ ايه لعموم؟ انا مش عايز حد يجيب لي حاجة. انا عايز اخش مبنى المسبحات. بالعكس انا بحب شغل فراغ بالتوك توك. وانا ما بخافش منك او من الموت. قال لي معلومات مهمة قوي. المعلومات اللي قالها لي انك وسخ. قالوا لك ان مخي اتفرمط؟ مين اللي قالك يا عم شحات؟ صلاح! ببساطة كده يا عربي انت ذاكرتك بقت عاملة زي ذاكرة السمك. يعني انا بقيت بلطي؟ يعني انا بنسى كل خمس ثواني. ابني فين؟ ارجع المركب عايمة في البنزين. انا حاسس ان الواد ده ورا كل اللي بيحصل. الله طب ما انت فاكر كل حاجة هو يا عربي. علي الحرام لو ما نطقت لفينك هنا. ده انت اياد انا ربطك هنا ليه؟ انت كده كملت خمس سنين انقطاع عن العمل. البوكر رياضتي المفضله وقرايه لغه الجسد اقوى تمرين. مين قتل بسمه شريف؟ اسال شريف. انت لسه بتحبها؟ انا لسه بحبك زي الاول. سيداتي انساتي سادتي والان مع فقره الفيل الازرق. عايزني انت امك اقول لك ايه؟ اسمي انت جاسوس؟ انت شفت رافت لكن؟ طبعا انا بقى رافت لكن. بس هو حسن مدورها في الكلاس. يا خبر اسمك ابني حسن بيتاجر في المخدرات. تاجر في المخدرات ايه يا هاجر؟ الواد في جريد 1. كرم بيسلم عليك وبيقول لك القرد على النخل. بيعمل ايه؟ بيجيب جوز هند. وهند رايها ايه؟ زن. واضح ان احنا مخترقين. فؤاد اهلا بيك في نادي الرجال السري. في أم بتحب ابنها كده كان اسمها لب. ابنها كان اسمه زياد. كانت عايزة يبقى أحلى واحد في الدنيا. لبنى لبنى هتقتلكوا يا يحيى كلكم. طلعني بقى مجنونة بما إن رجلك راحت على المستشفى. أنت عارف بيقولوا عليك إيه في اجتماعات أمانة النفسية؟ بنجال ومدمن كرم. اللي في البيت عندك مش لبنى. مش لبنى إزاي؟